شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في اجتماع وزراء خارجية كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك. وقد صدر عن الاجتماع البيان التالي: إنه في يوم الأحد 23 من سبتمبر 2018 عقد وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة اجتماعا تشاوريا في نيويورك قبيل انعقاد الدورة 73 لأعمال الجمعية العامة، بهدف تفعيل الدور العربي المشترك في التعامل مع مختلف الأزمات في المنطقة. واستمع الوزراء أثناء الاجتماع إلى إيجاز من المبعوث الخاص الأمين العام لسوريا السيد ستيفان دي مستورة حول الوضع في سوريا، وقرر الوزراء استمرار التشاور حسب الحاجة.